قصة المرض بقى احنا هنغير، وانا معاكم كده هتكلم على الطفلة جانسي اللي اتكلمنا عليها، اللي محتاجة تسافر الهند زي ما والدتها قالت. رتبوا لنا الملف ده يا جماعة. زي ما قالت القصة ان الطفلة دي كفاءة القلب 6%، هي محجوزة في مستشفى ابو الريش بقى لها 6 شهور. بعد ما درست الموضوع القانون بيمنع التبرع او نقل الاعضاء. طب هي عاوزه قلب صناعي ولا قلب بقى من متبرع؟ لازم تشريع مجلس الشعب. هنشوف والدتها بعد الحلقه قالت ايه، وحتى حصل مصادفه. شوف المصريين دول جدعان يعني بشكل رهيب. حطينا رقم وطلع فيه رقم غلط. صاحبه الرقم الغلط لما جت اتصالات كتيره قالت بقت تحولهم على الرقم بتاع والده الطفله او والدها، وقالت لهم انا بشكر الست دي. شوف المصريين جدعان ازاي. قلت لهم انا اجيب لكم الرقم ده عشان مساهمة مني لعلاج الطفلة. احنا كل يوم الواحد مش عارف اقول ايه لشعب مصر العظيم. ساعات يعني احنا بنتكلم في ناس عندها مرض نفسي، بس دي حالات عاوزة علاج، لكن الشعب ده اصيل جدا، والشعب ده محتاج الكتير. هنشوف فيديو والدة الطفلة بتقول ايه، بعدين سنتواصل مع السيد النائب صلاح حسب الله، لانه مجلس النواب ليه دور يسرع في ده. احنا عندنا مجموعه من الاطفال قصه جنسي هنقدمها تاني النهارده الاسبوع الجاي. في قصه جات لي لطفل محتاج زرع قلب، هنعمل ايه؟ نشوف الطفله ووالدتها واكمل معاكم. خير يا جماعة، أنا ظهوري في البرنامج لتاني مرة مناشدة خاصة لأصحاب الأعمال الخيرية اللي تقدر تحس بجنسي وتساعدها للسفر للخارج. أنا بنتي محتاجة تسافر تعمل عملية زراعة قلب. العملية متكلفة 1,300,000، يعني تكلفتها فوق استطاعتي، وأنا مقدرش على التكلفة ده غير الإقامة. المبلغ كبير والوقت قصير، وفرصة جنسي ان هي تعيش وانا مش قادرة اقولها الفرصة قصيرة جدا. انا نفسي انقذ جنسي، نفسي انقذ بنتي من الموت، بس مش بايدي حاجة، بايديكم انتوا ان انتوا تقدروا تنقذوها. يلي تقدر تساعد جنسي ان حياتها تبقى في امان، ساعدها وقف جنبيها، وساعتها ده عند ربنا هيبقى كبير قوي. انا مش محتاج غير ان انت تقدر تساعدني وتنقذها من الموت. لتاني مرة بناشد وبقول انقذ جنسي قبل فوات الاوان، قبل ما جنسي تروح مني. جنسي بقت ضريحة فروش، ما بتاكلش ما بتشربش، عايشة على المحاليل، حياتها بقت في خطر. ابوس ايديك قبل فوات الاوان، ساعد جنسي. مش قادرة اتكلم اكتر من كده، اعتبروها بنتكم مش بنتي. ابوس ايديك وساعدوني، انا محتاجة كل جنيه، محتاجة كل جنيه. ساعدوني ساعدوني يا جماعة، ابوس ايديكم. خلوا صورتها معانا يا جماعة، ربنا يشفيها يا رب، ادعوا لها بالشفاء. انا بحب الدعاء قوي. يعني نسبة القلب 6%، بقى لها 6 شهور في مستشفى ابو الريش، محتاجين تعديل مجلس النواب. السيد